السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة سوف نتكلم على كيفية تفعيل إدمان بواسطة أداة رائعة للتفعيل. كما ترون إدمان ليس مفعل، نضغط عليه، ترون ليس مفعل، اضغط هنا. هذا هو الكراك. لتحميل الكراك الرابط موجود تحت الفيديو، نضغط ستار وننتظر. ثم نرى إذا الكراك تم تفعيله. نضغط إدمان. لقد تم تفعيل إدمان كما ترون. كان معكم ياسم من قناة فور سبيشال أو فور مالك. زوروا موقعنا فور يو تيري برو دوت بلوك سبوت دوت كوم مراعاة أخبارنا.